مقولة قالها لي دكتور يحيى الفخراني وانتوا لسه بتحضروا لمسرحية ألف ليلة وليلة. قعد يحكي لي على هبة المجدي الممثلة الشابة اللي صوتها حلو والمطرب الموهوب جدا اللي بيفهم في المزيكا وبيفهم في الآلات وبيفكر ازاي يعملوا أحسن مزيكا في المسرحية بأقل تكاليف عشان المسرح القومي. قعد يكلمني كتير الحقيقة عنكم، وقال لي حاجة هي دي مربط الفرس. قال لي كمان بخلاف ان هم موهوبين وجمال، ان هم هيخلوا جمهور جديد وسن جديد يدخل المسرح القومي، وهو ده اللي انا عايزه. انا مش عايز انه زبون المسرح القومي بس اللي يدخله. هنبسط قوي لو عشرينات واقل من العشرينات ابتدوا يدخلوا مسرحيه في المسرح القومي، عشان في حد قدهم واقف على المسرح، اتنين قدهم واقفين على المسرح موهوبين اسمهم هبه مجدي ومحمد محسن، وهي دي ميزة المواهب الشابة كل ما فيها. أكيد طبعاً. بشكرك يا محمد وببارك لك، وبشكر الفرقة الموسيقية، وبشكر كل اللي موجودين معانا. شكراً. أنا بشكر حضرتك على الحلقة الجميلة دي وعلى اليوم الجميل ده. أنا مبسوط جداً إن أنا كنت معاكم، وبشكر كل الجمهور اللي جه مخصوص عشان يحضر الحلقة. بشكر غادة جميلة إن هي معانا. طبعا للمرة الثانية أنا حابب أن أنا أوجه التحية للفرقة الموسيقية وأساتذتي الكبار، وألبوم حبايب زمان. ألبوم حبايب زمان فيه جنود مجهولين كتير اشتغلوا فيه، وهم عارفين نفسهم كويس. ليه؟ لأن أنا لو قلت اسم حد فيهم هنسى ناس تانية. في ناس كتير جدا تعبت معايا في ألبوم حبايب زمان، كل الشعراء، كل الملحنين، كل الموزعين، كل الناس، الكوافير والماكيير، شريف مساعد بتاعي، مدير اعمالي سيكا، شركه الانتاج سيف عريبي ومحمد نصار ومحمد علام اللي عمل حمله الاوت دور. الناس كلهم كانوا بيشتغلوا بحب، الناس كلهم مأمنين بالمشروع بتاعي، وكلهم لغايه دلوقتي واقفين جنبي وبيساعدوني وعايزين يكملوا معايا الطريق اللي هو صعب جدا بالمناسبة. وأتمنى أن أنا أفضل عند حسن ظن كل الناس اللي بتحبني، وأقدر أقدم لهم فن يليق بيهم ويليق بال 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 بالوقت اللي احنا عايشين فيه. يا رب إن شاء الله.